وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد أحمد صباح السلوم، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بعد التحية سيد أحمد، حدثنا عن دور الاهتمام الحكومي بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. يا هلا ومرحبا. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة. أنا في البداية أحب أوضح أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي هو اللي كان له الدور الكبير في تأسيس هذا النوع من الجمعيات، لجمعيات المجتمع المدني، وكذلك كلمة جلالته في دور الأفاد الرابع اللي أكد أنه لازم يكون في تعاون وإشراك المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في أن يكون لهم دور في إشراك القرار ويكون لهم دور في المرحلة القادمة. نعم. كذلك يعني الجمعية لها دور أساسي واللي هي دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، هذا اللي نص عليه نص تأسيسها، وهاي طبعا الدور احنا نقوم فيه بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وكذلك وزارة المالية وزارة العمل. فهاي التعاون اللي احنا نخلق ما بيننا، التعاون اللي احنا بنيناه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، هو اللي أدى لإحنا النتائج اللي إحنا وصلنا لها في آخر 10 سنوات اللي مضت. فكان هذا التعاون للأثر الكبير إن إحنا أسسنا حاضنات أعمال، هذه الحاضنات الأعمال كانت بيئة عمل حق المؤسسات الناشئة ومتناهية الصغر، ساعدتها إن هي تتخطى وتنمو مع الجمعية تحت مظلة الحكومة في هذا يعني العلاقة اللي صارت ما بيننا وما بينهم. طبعًا يعني الجمعية بدأت يعني طبعا برئاسه الرئيس الفخري اللي هو فاروق المايد اول ما اسسناها ب 20 شركه كانت تحتها. نعم. اليوم احنا نتكلم عن 500 شركه ناشئه تحت مظله الجمعيه، وطول مدار العشر سنوات الجمعيه استطاعت بالتعاون مع الحكومه ان هي تطلق في السوق 1000 شركه جديده، وهذه الشركات كان لها الاثر الايجابي في ان هي تولد وظائف جديده للبحرينيين، ان هي تحافظ على النمو الاقتصادي للبلد ويكون لها دور كبير. يعني احنا مثل ما الكل يعرف ان معظم الاقتصاديات الناجحه قائمه على المؤسسات متناهيه الصغر والصغيره. احنا اليوم في مملكه البحرين يمثل 98% من المؤسسات عباره عن مؤسسات متناهيه الصغر والصغيره. فدعم الحكومه لهم وايمانهم فيهم هو اللي خلاهم انهم يرتقون وينمون. والدعم اللي احنا حصلناه يعني بالتعاون ايضا مع صندوق العمل التمكين وبالبرامج اللي يتم اطلاقها كلها كان لها الدور الايجابي في ان تخلي هذه الشركات تنمو وتحقق الهدف المرجو منها ان هي تقدم الخدمات وتقدم السلع للسوق البحريني، وايضا ان هي تتجه لاسواق خارجيه وتحافظ على النمو الاقتصادي وتولد منها الوظائف اللي احنا نحتاجها للبلد. نعم السيد أحمد صباح السلوم، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.